لو حابب تتفرج على ملخص اول 10 حلقات هتلاقيهم في اللينك اللي فوق ده. بعد ما هشام قبض على خالد حاول يفهم منه الحدوته بقى من اولها لاخرها، وخالد جاوبه بصراحه وحكى له على كل حاجه، وقال له ان يوم حادثه سلمى كان موافق يوم وفاه مياته اللي انتحرت عشان تنتقم منه، وهو من ساعه ما مياته انتحرت وهو بقى مدمن مخدرات وما بقاش فايق على طول. وفي مره وهو خلاص كان قرب ينتحي كان قاعد بيقلب في النت، فلقى سلمى فاتحه لايف، فكتب لها من الاكاونت اللي اسمه الناجي ده انه بيفكر في الانتحار وانه شايف ان الحياه دي ملهاش اي لازمه. بس سلمى قالت له لا طبعا، انت اكيد في حاجات كتير حلوه في حياتك وان شاء الله كل حاجه هتتصلح، وتقدر تكلمني في اي وقت وتتواصل معايا يمكن اقدر اساعدك. وبعد الكلمتين دول يمكن تكون حياته اتغيرت للاحسن وبقى مهتم بشغله. وراح قابل سلمى في النادي عشان يشكرها عن اللي هي عملته معاه، بس ملحقش يتكلم معاها ويشرح لها. وده كان اليوم الوحيد اللي قابلها فيه، وكان نفس اليوم اللي اتصور فيه معاها، والصورة دي اتصيرت من الحملة عنده ليومي المنافس بتاعه. ويوم الحادثة بقى قعد يفكر في مياته وانها عملت كده عشان تنتقم منه وانتحرت عشان مش عايزة تبص في خلقته تاني، فده كله خلاه يضعف ويرجع للمخدرات من تاني. وراح يشتري المخدرات فعلا، طلع عليه 2 بلطجية قلبوا منه الموبايل والمحفظة، وبعد كده هو سائل حد المكان اللي مدفونة فيه مياته وبات عندها لوش الصبح، وان قبل اليوم ده بالظبط عربيته كانت فيها عطل فودها تتصلح، وعشان كده ساق عربية من عربيات الحملة، بس يوم الحادثة عربيته اتصلحت فساقها عادي. وقال له كمان ان الاكاونت اللي باسم الناجي ده انا ما بقيتش استخدمه اصلا، وحد تاني تلاقيه هكره وهو اللي تواصل مع سلمى من خلاله، لان اصلا الفتره الاخيره دي انا كنت حاسس ان في حد عايز يهكر كل حساباتي، ويمكن يكون هو اللي عايز يلبسني التهمه دي عشان يخلص مني. هشام ما كانش مصدق خالد، بس ما كانش عنده اي حل تاني غير انه يمشي ورا احتمال ان في حد عايز يلبس خالد القضيه، وعشان كده راح لمحسن مدير الحمله بتاعه خالد وحاول يعرف منه مين اللي بيصيب اخبار خالد وصوره ومين اللي مستفيد انه يلبس خالد التهمه، وان مفيش حد معاه مفتاح الشقه اللي اتقتلت فيها سلمى غير خالد وابوه ومحسن، وده معناه ان محسن ممكن يكون هو اللي قتل سلمى وعايز يلبسها لخالد عشان يخلص منه، خصوصا ان الكاميرات بتبين ان محسن دخل العمايه تاني يوم الحادثه على طول. بس محسن قال له انا دخلت العمايه فعلا بس ما طلعتش الشقه لان ما كانش معايا المفتاح، وكنا متعودين نسيب مفتاح في لوحه الكهرباء، بس اليوم ده انا رحت ما لقيتش المفتاح. فقال له يبقى ده اكيد المفتاح اللي كان مع سلمى. فمحسن قال له اكيد ايوه هو. فهشام سابه ومشي وحس ان محسن ده وراه حاجه غريبه، وعشان كده فضل مستنيه قدام المكتب عشان لما ينزل يقابه ويعرف هو مخبي ايه. وبعدها بما فيش 10 دقايق هشام لقى محسن نازل وبيتكلم في التليفون وبيقول لحد انا اتخنقت من الموضوع ده بقى، انا مش هورط نفسي تاني في المساله دي اكتر من كده، انا هروح اعترف بكل حاجه للظابط. وشاف عربية هشام فقعد ينده عليه ويقول له يا هشام باشا يا هشام باشا. فهشام راح له عشان يعرف وعايز يقول له ايه. هوب جت عربية شالت محسن من على وش الأيض شيل، وحاول هشام انه يلحق العربية دي بس عربيته عطلت. وفي نفس الوقت ده جاله مسج من امه ان ابوه مات. وعلاقة هشام بابوه ما كانتش احسن حاجة، لانه ما كانش بيعتبره اب بالنسبة له، لان ابوه طول الوقت ما كانش موجود وما كانش مديله اي احساس بالابوة او الحنان، وكان على طول مهتم بشغله اكتر من عيلته. وكان هشام نفسه ما يطلعش زي ابوه ويبقى بالقسوه دي، وانه يهتم بعيلته وبنته ومراته ويبقى احسن من ابوه بكتير. بس للاسف الخصله الوحيده اللي خدها من ابوه انه ما يهتمش بعيلته خالص ويهتم بشغله وبس، وعشان كده مراته طلبت الطلاق وراحت اتجوزت واحد تاني، وبنته ما قديش حتى يحتويها ولا يهتم بيها، وجاب لها مشاكل نفسيه كتير لحد ما هو تعب وقام يرجعها تعيش مع امها. ورئيسه في الشغل حب يديله اجازه عشان وفاه ابوه ويخلي ظابط تاني يمسك القضيه مكانه، بس هشام ما وافقش وقال له انا مش محتاج اجازه يا فندم، لو احتجت هقول لحضرتك. وبعد كده طلب من مصطفى يجيب له سجل المكالمات اللي محسن اتكلمها قبل الحادثه على طول، وكمان خط سير العربيه اللي خبطت محسن. على الناحيه التانيه بقى جمال قال لجيهان على كل حاجه، وان سلامه عايزه يرجع يشتغل معاه من تاني يا اما هيهد البيت ده على اللي فيه. فجيهان قالت له يعني انت لو رجعت اشتغلت في المخدرات تاني ده بقى اللي هيوقف البيت على حيله؟ لا يا جمال، انت لو عملت كده هتهد البيت وهتهدنا معاه، انت لازم تتصل باللي اسمه سلامة ده وتقول له انك مش هتشتغل معاه. انا لسه بحاول اتعايش مع فكره انك كان اسمك عثمان وكنت تاجر مخدرات وقتال قتله، لو عايزني اكمل معاك يا جمال كلمه دلوقتي قدامه وقول له انك مش هتشتغل معاه.
فجمال عمل فيها 7 رجاله في بعض، وقام مكلم سلامة وقال له انا مش هشتغل معاك يا راجل، انت واعلى مفخيلك يكبه واللي هلمحه فيك وهمرجحه. تاني يوم لقى ابنه داخل عليه وبيقول له بابا يا بابا في واحد قابلني في الشارع واداني الظرف ده وقال لي اديه لابوك. فجمال فتح الظرف لقى فيه ماضيه كله واسمه والفيش بتاعه زمان، ولقى سلامة بيكلمه في التليفون وبيقول له الظرف وصلك؟ تخيل بقى لو الظرف ده وقع تحت يد الحكومة هيعملوا فيك ايه؟ ولا مثلا ابنك ده يروح في شربة مية، مش كفاية اللي ضاع منك؟ وقفل السكة في وشه. فطبعا جمال ما كانش قدامه حل تاني غير ان يسمع كلامه ويشحن له البضاعة بتاعته في قطع الغيار بتاعة الويشة اللي بيستوردها من بره، ونفذ العملية وتمت بنجاح. وقام مكلم سلامة وقال له البضاعة هتوصل النهاردة ولازم نتقابل عشان نصفي اللي بيننا. ويجع البيت لقى جهام بتقول له برضو عملت اللي في دماغك وما سمعتش كلامي؟ قال لها جهام بالله عليكي اطلعي من دماغي اليومين دول وسيبيني انا امشي الدنيا، انا اعرف ازاي احميكي انت والعيال. قالت له يبقى انت من سكة وانا من سكة، وانا هقوم دلوقتي واخد العيال وامشي ومش هتعرفي اللي طيب. فقام مسكها من ايديها جامد قوي كده وكان لسه هيزعلها، بس قال لها بصوت دافي كده ما تسيبنيش يا جهان انا بحبك، لو سبتيني انت والعيال هموت من بعدكم. فطلعت وخدت عيالها في حضنها وما بقتش عارفه تعمل ايه. هشام بقى دخل لخالد وقال له محسن اتقتل امبارح، وكان لسه يعترف لي بكل حاجه، واكيد اللي قتله هو اللي قتل سلمى، فيا اما انت اللي خلصت عليه يا اما حد تاني. تقدر تقول لي ممكن يكون مين هو الحد التاني ده؟ قال له والله ما اعرفش، وبعدين انت حابسني هنا من امبارح هقتله ازاي؟ قال له عادي بتحصل، ولو عايز تنجي نفسك اديني اي خيط امشي وراه عشان اوصل للحقيقه. فخالد قال له في واحد في الحمله بتاعتي اسمه شيف، انا شاكك ان هو ده اللي صيب صوري واخباري اليومي المنافس بتاعي، ممكن يقدر يوصلك لحاجه. في نفس الوقت ده مصطفى قال له احنا لقينا العربيه المطابقه للمواصفات، وطلعت موجوده عند مين بقى؟ عند يومي اللي هو رئيس النادي ومنافس خالد، ويمكن يكون هو اللي عايز يخلص منه عشان يكسب الانتخابات. بس هشام اتاكد ان مش دي العربيه اللي خبطت محسن امبارح، وسأل يومي قال له انا ما يهمنيش موضوع الانتخابات والمنافسه اللي بينك وبين خالد، انا اللي يهمني قضيتي وبس. ودلوقتي تقدر تقول لي ايه علاقتك باللي اسمه الشيف ده؟ قال له الشيف كان بيبعت لي كل الصور والاخبار اللي كانوا بيعملوها في الحمله عندهم، وزي ما ساعدتك قلت كل ده شغل منافسه وانتخابات، بس لو الشيف ده ليه اي علاقه بحاجه تانية فانا ما اعرفوش. ومصطفى كمل شغله وقدر يوصل لاخر رقم كان بيكلم محسن قبل ما يموت، ويدي كمان يوصل من خلال الكاميات لأقرب مكان ممكن العربية تكون وصلت له، وقام مبلغ هشام على طول. فهشام ما كدبش خبر وقام يروح لأخي واحد كلمه محسن والاحتمال تكون العربية عنده. طلع مين بقى؟ طلع عز أخو خالد. وقصة عز ده بقى إنه كان المفروض هو اللي يبقى مكان خالد في الانتخابات، وهو اللي المفروض يبقى رئيس النادي بعد أبوه، وأبوه كان مسستم الدنيا على كده وكل حاجة كانت ماشية تمام، لحد ما في يوم عز ده عمل حادثة شوهت وشه، فطبعا ما بقاش ينفع يبقى الوجه الاعلامي للحمله، فابوه مستبدله على طول بخالد. وهشام حاول يعرف محسن كان بيقول له ايه قبل ما يموت في التليفون، فعز قال له اي كلام عادي، هو بس الفتره الاخيره دي كان مضغوط ومتوتر. فهشام لاحظ عربيه متغطيه كده وقال له العربيه اللي هناك دي بتاعتك؟ قال له ايوه بس دي عربيه قديمه وما يكون بقى لها فتره. فهشام قال له ماشي، على العموم لو عرفت اي حاجه يبقى بلغني، وكان خلاص هيمشي. بس قال له انا بصراحة فضولي بياكلني وضميري هيأنبني لو ما رفعتش الغطاء عن العربية دي وبصيت عليها. وراح فعلا يرفع الغطاء عن العربية، لقاها هي العربية اللي خبطت محسن، ومكان الخبطة موجود كمان في الازاز. ولسه بيلف وشه عشان يكلم عز، لقى عز بيديله بالمسدس على وشه. وبتخلص الحلقة على كده. فلو عجبك الفيديو منساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، وده من كومنت عشان اكمل. ولو ما عجبكش الفيديو منساش تعمل ديسلايك وشير وسبسكرايب، وده بس تحبني كومنت عشان ابطل.